هذا الحذاء جبته من بريطانيا اي وما بيعه بس للغوالي وطولك انت الدلوله مالتنا يا عمري تخبلين هذا راح ابيعه لك بثلاث دنانير. ثلاث دنانير؟ ايش وشويه هوايه ايش دعوه سعديه على كيف ما تعرفين هذا الحذاء شنو؟ هذا الحذاء اكو منه بس اثنين ها واحد يمي ايه؟ والثاني وين؟ وين؟ انت فكري انت ببالك وين؟ باعي وراك هسه راح تعرفين. ذيك الصوره ذيك من هي؟ منو هاي؟ هاي الملكه اليزابيث ايش بيك؟ ها شنو؟ ايه يعني انت راح تلبسي ويا الملكه اليزابيث يعني انا وملكه اليزابيث نلبس نفس الحذاء مو انا قلت لك ما ابي بس الغوالي هذا الحذاء توي قلبك يلا روحي جيبي لي ثلاث دنانير خذي الحذاء وياك وخذيه خذيه هسه يلا مو تتاخرين دلوله هسه بسرعه طياره يابا شكو يابا يابا تعال شوف بيش. تعال شوف سعدية ايش جايبت لي يابا جايبت لي حذاء الملكة اليزابيث يابا ايد يلا حلو 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 ايه؟ بالعافية بابا يابا اعطيني ثلاث دنانير اعطي شنو؟ ثلاث دنانير شنو؟ ما شنو ثلاث دنانير مال الحذاء مال الملكة لك حذاء ايش؟ هي تقندرة وينها؟ مخدوم تعال 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 وينها؟ لك بابا دخل اشوف هذه دقيقة ها مختار قول لي سعدية شنو هالقندرة بثلاث دنانير بابا؟ لا شنو مختار بيش تريدني ابيعها لكم؟ بثلاث دنانير لك هذيك هي موجودة مدبلة بربع دينار مختار هاي مال الملكة اليزابيث ايش بيك؟ اقول لك هجمتي بيتي والله العظيم لازمتها الدلال 24 ساعة دقت قط تقطين بيها وترجعين لي ورا ايش بيك تخبلتي من شار تقطين ما خليتي انصاف تقطيها فوزي تقطي حسن ايش الي تقطيني ايش بيك ومن اصيحك على الايجار تتبكبكين ما عندي اقول لك مختار لا داني منين اجيب فلوس لا انت تدفع لي لا انصاف تدفع لي لا فلك يدفع لي لا هذا يدفع لي منين اجيب منين ادفع لك الايجار تقطيني بثلاث دنانير انت مو تريد ايجار امشي امشي لا يا جيبه 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 مو صوتكم مو صوتكم اعطيني اياها اعطيني يابا والله يا طبي معك يلا تريد الحذاء تعال بابا تعال هاي شمس اللي انا اجيب لكم بضاعه اصليه مو صوتكم بابا روحي بضاعتك الاصليه بضاعتها الاصليه محلها كل يوم مشاكل فوزيه انت اليوم كلش مرتاح اشتريت حذاء؟ لا عندها حذاء مال الملكة اليزابيث عندي خطط اكبر صدق؟ شنو؟ ابو نعمان طفر وراح ابيع الشايخانه طفرتي لا هو طفر هو طفر مو وجه نعمه زحلكتي ما يقبل ياكل ضعفان والعالم العالم اكلت وجهي صدق لا دتوكلي لا دتوكلي لا دتوكلي طفر الرجال حقه خنكتي من الاكل حقه فكيف مرحبه المشاهدين ارحب بكم مجمل ترحيب اقول لكم رمضان كريم كل عام وانتم بألف خير ينعاد عليكم بالصحه والعافيه يا رب وحلقة جديدة من برنامج محلتنا أكيد منتظرين نسمع أصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الطيبة حتى تفوزون ويانا بجوائزنا المتعددة بالمحلة وأيضا لا تنسون الجوائز اللي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك والسحبات من أسئلة البرنامج السؤال الأول اللي هو بالجزء الأول من برنامج محلتنا أيضا السؤال الثاني اللي هو موجود بالجزء الثاني من محلتنا راح تفوتون بصفحتنا على الفيسبوك وتشوفون هذا السؤال أكيد سؤال سهل اللي هو منو أني راح يقول أني لا وزير ولا برلماني بس جمهوري بخانة اليك خلاني من أصوب الملايين تدعي لي وتهواني والكاس هو هدفي وللأبد عنواني منو أني أكيد عرفتم منو أني راح تفوتون هسه على صفحتنا على الفيسبوك وتجابون على هذا السؤال وهسه راح نسوي سحبة السؤال الأول اللي هو بالجزء الأول من برنامج محلتنا وسؤال كان يقول شنو اسم الشخص اللي لزمو عند المخدرات اللي هو مأخوذ من مسلسل عالم الست وهيبة الجواب هو بهجت أحمد عثمان الملقب ببهجت يلا دلال نسوي عد من عشرة يلا عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد قف قف منو؟ طيبة الزبيدي
نرجع. طيبة الزبيدي، طيبة الزبيدي، ألف ألف مبروك طيبة الزبيدي، ربحتي ويانا 100,000 دينار عراقي. الإجابة كانت صحيحة، مقدمة من المصرف العراقي الأول FIB. طيبة نزلي هذا التطبيق يمك وسوي لك حساب هناك، لأن هذا المبلغ راح ينزل على حسابك بالموبايل. شكرا جزيلا على المشاركة. لا تنسون عندنا سؤال ثاني، أكيد راح تفوتون على صفحتنا على الفيسبوك وتجاوبون على السؤال الثاني. وهمنا راح تشوفون صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اليو تي في، راح تشوفون اللايف هناك، تفوتون هناك وتعلقون بمحلتنا الأولى، لأن أيضا بها سحبة قيمة جدا جدا. والأهم تدزون SMS على الأرقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة، كورك زين آسيا سيل، أي رقم يكون عندكم تقدرون تدزون SMS على هاي الأرقام بمحلتنا، كلمة محلتنا، والكنترول راح يرجع يخابركم حتى تشاركون ويانا بالبرنامج وتفوزون بالجوائز المتعددة والقيمة الموجودة بمحلتنا. مرحبا. أهلا. هلا. أقول لك أنت شنو قفصين على العالم؟ يا معودين ايش بيكم؟ جبت لك دنانير. هذا جايبته من بريطانيا يا فلك. هواية ايش قلت لي اللي جبتيه من بريطانيا؟ كلفني دينارين ونص، يعني رابحة بنص دينار، يعني رحتي لبريطانيا وجيتي شنو ما طلع فلوسها؟ وهي والملكة اليزابيث نفس الحذاء. بس انتم مو شكون الملكات، لا والله اجيب لكم اياها من البالا وابيع. بابا كذابه شي جد. هي واليزابيث. اليزابيث ايش؟ يا معوده. قولي الله مختار، قولي الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ما الحين يلا شنحكي ايش نقول؟ شنح والله العظيم واحد يحكي يلا ناخذ اتصال يطلع من هدومه. خلوني ساكت، خلوني ساكت. ضغطك يابا ضغطك والله. خلوني يلا 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 يلا. لا لا ما والله العظيم طقيته روحي. مارك مارك بهذلتوني بهذل. ضغطك يابا ضغطك ضغطك يابا ضغطك. راح اعزل مختار. حتى حسن ما موجود. راح اعزل ارتاح مختار. يلا خلص مريض. يلا ناخذ اول اتصال. قول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وانتم بالف خير. من ويانا؟ ام محمد. ام محمد. يا هلا بام محمد. من وين ام محمد؟ من واسط. من واسط. يا هلا بيك واهلنا بواسط يا ام محمد. شلونك ام محمد؟ والله يعني مو راضي انا، لانه انا اشتركت في الايجار، بس جيت اشتريت رخصه في الايجار وطلعت اشارك، لانه صار عندي فضول اني اشارك وياكم. وانت تعرفين محلتنا اي واحد يشارك ما يطلع خسران. اكيد طبعا. لا اكيد، لا هي مجرد التواصل وياكم هو فوز. الله يخليك. بس انا حبيت اجازلك وانه اشترك وياكم، المهم اتواصل وياكم. احنا من فرحنا هوايه بسماع صوتك ام محمد. الله يسعدكم. متابعتنا من زمان؟ والله متابعتكم من اول حلقه قبل رمضان، قبل أي. رمضان من زمان طلعوا. اقول لك حاول اتصل اشارك التعليقات. اي اقول لك اليوم سعديه عندها حذاء وتريد تبيعه بثلاث دنانير، الله يقبلها يا معود. خايفه تبيعه تعطينا اياها فلوس ايجار. اي باعه وتقول تدفع بيها فلوس الايجار، يعني هاي اخذ يلا خذ لك اياها. اعطيها فلوس الايجار وانا البس الحذاء. اي لا هاي انحلت، وري ايش خاشم جايبين؟ اي خلاص خلينا يا بس وحده. يعني ام محمد تقبليها هاي السالفه عليك الله يحكيها. تقبليها يا معود ضغطك. شايف مختار زوجي صاير اكثر منك عصبي، يقول تقديم هاي سالفه. تحياتنا لزوجك. تحياتنا للاهل كلهم ام محمد. يلا يلا يا ام محمد شوف ليش السؤال. نعم يلا يلا. سؤالك يقول أي من هذه الدول لديها أكبر عدد سكان؟ سهلة. الهند. أمريكا. الصين. الولايات المتحدة. الصين صحيح. الصين. إجابة صحيحة يا أم محمد. يلا يا محمد. أم محمد منين تأخذين جائزتك؟ المختار حتى يتوسط لي يمه بالمالية يحل مشكلتي، لأن لا ما حليت مشكلة الطلب. يلا 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 مختار. مال ملكة إليزابيث. أم محمد الغالية شلونك؟ اهلا وسهلا عمو، تحياتي لك ومنور الشاشه. والله شوفي خل اقول لك ام محمد الحكايه بيني وبينك، لا تطلع برا. هي غراضها خوش غراض سعديه، بس مشكلتها تقص من شار قفافه، من شار طالعه واكله نادر. لا وانت من هذا الكهربائي جابت بر 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 تقص. عمي غالية طير الزباين مني مختار. قول يا الله. تبيعين غالي والله. مختار زوجي عصبي اكثر منك اليوم، يعني كلش عصبي. ما تصور متصلتون بي، بس اشكر مشتاقيتكم انه انتم ابد ما خيبتون واحد يتواصل وياكم، يعني هاي المشتاقيه تحسب لكم. الله يحفظك. الله يحفظك ويخليك ام محمد الغاليه.
يلا ام محمد عندنا 17 و18 19 و20 ايش تختاري لك؟ 20 ان شاء الله. 20 تأمرين امر. ايه وال20 يا محفوظ البقا والسلامه 100,000 دينار. الف مبروك يا ام محمد. الف مبروك. مبروك. ونزل التطبيق لتنسين مال مصرف العراق الاول على مود ينزل راسا. ألف مبروك أم محمد، شكرا جزيلا على المشاركة اللطيفة. مشاهدينا الكرام لا تنسون تنزلون التطبيق FIB يمكم بالموبايل، وأيضا تنزلون SMS على الأرقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة، ممكن تدز SMS واحد وتفوز. لذلك أريد أوجه رسالتي إلى كل المتابعين، أي واحد ما مشارك وما داز SMS خلي دز SMS، ممكن بواحد تفوز بسيارة أو بمليون. وإذا تحب تزيد حظوظك دز أكثر من واحد، وأيضا احنا همينا راح نفوز بسماع أصواتكم الحلوة الطيبة. أكيد طبعا. ناخذ اتصال. ألو 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 ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. رمضان كريم. عليكم أجمعين يا رب. من ويانا؟ محمد علي من بغداد. محمد علي من بغداد، يا هلا بك محمد. شلون تشوف المحلة محمد؟ والله برنامج كلش حلو، انتم جميلين. نشكرك هواي، انت الاجمل. يلا يا محمد نشوف لك سؤال. تمام يلا. وسؤالك يقول: ما هي عاصمة فرنسا؟ مدريد، باريس، برلين. باريس. إجابة صحيحة يا محمد. يلا محمد، من منو تحب تاخذ جائزتك؟ والله ناخذها من الحلاق. من الحلاق. يلا عيني طارق. يا هلا ومية هلا بك محمد. شلونك محمد؟ والله الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله الله يخليك. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله اليوم حظك كل زيارة راح يكون، لان انت اختاريت الحلاق. ان شاء الله. ان شاء الله. ويلا عندي 4 صناديق، رقم 5 و6 و7 و8، يا رقم راح تختار يا محمد؟ 5 ان شاء الله. تختار رقم 5 ونشوف صندوق رقم 5 ايش بيه يا محمد. ب 100,000 دينار. الف الف مبروك يا محمد. الف الف مبروك، ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي. لا تنسى تنزل تطبيق FIB حتى ينزل هذا المبلغ على حسابك. طبعا من تنزل هذا التطبيق يمك راح تفتح حساب هناك باسمك، وهذا المبلغ راح يندز على اسمك بالذات. واي واحد يكون داز SMS على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، الارقام راح تبقى يمنا. اي سحبه تصير من هسه الى نهايه شهر رمضان المبارك، هذا الرقم راح يكون متواجد ومشترك بالسحبه، وممكن يحالفك الحظ بفوز باحدى الجوائز المقدمه من قناه اليو تي في وبرنامج محلتنا، مثل ما فازت طبعا ايه السبت الفات بالسياره. نقول لها الف الف مبروك مره ثانيه. طبعا الجمعه الجايه هي راح تكون ويانا، راح نستضيفها يمنا المحله. اكيد طبعا فازت بالقرعه، لان ممكن حظوظكم راح تزداد اكثر واكثر ايش قد ما تدز SMS-ات، اكيد ممكن تشارك اكثر، ممكن تفوز بجوائز قيمه جدا بمحلتنا. ولا تنسون تجاوبون على سؤال الحلقه اللي موجود على صفحتنا، وايضا تعلقون على لايف الحلقه اللي هي محلتنا الاولى. ايش قد ما تعلقون اكيد فرصكم راح تزداد اكثر. تعرفون احنا كلها هدايا وكلها جوائز قيمه، وما نعرف او الماليه شو مخبي لنا هذا اليوم. لذلك ناخذ اتصال. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. من ويانا؟ فزع أحمد إسماعيل من صلاح الدين. فزع. شزع؟ فزع. فزع أحمد إسماعيل. فزع. يا هلا فزع، شلونك من وين؟ حياك الله من صلاح الدين. يا هلا ومرحبا بيك وبأهالي صلاح الدين كلهم يا فزع. شو أخبارك فزع؟ حياك الله. اهلنا بصلاح الدين شلونهم؟ ان شاء الله بخير. زينين الحمد لله. كلمه الحمد لله والشكر. فزاع متابعنا؟ اي نعم والله، من بدايه رمضان تقريبا. كل زين كل زين. طبعا تعرف مختارنا؟ اي اعرف المختار. يلا الله يساعدك ابن عمي الغالي. شلونك؟ الحمد لله. هلا مختار شلونك؟ صلاح الدين شلونها؟ والله زين الحمد لله. الله يسلمك. زينين يعني تمام؟ والله الحمد. الأهل كلهم زينين؟ الحمد لله. أسأل الحمد لله. سلم لي عليهم واحد واحد. أقول لك فزع الله يسلمك. مختار يوصل. مختاركم شلونه؟
والله مختارنا زين. زين يعني مضبوط؟ مضبوط مثلي؟ الحمد لله. يعني لازمها للمحل خوش لازمه لو هيك؟ والله تقريبا لازمها يعني. لا 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 لا، إذا عندك مشكلة قل لي، ترى يعني المختارية كلها أعرفها، ترى معرفتي بيه كلش قوية. إيه أي شيء تحتاج من العين قبل العين. ما تقصر يلا. ما تقصر يلا يا فزع، مستعد للسؤال؟ اي نعم جاهز. يلا نشوف سؤال. والسؤال يقول يا فزع، ما اسم القائد الذي عرف بأنه لم يهزم أبدا في المعركة؟ هل الإسكندر الأكبر أم جنغيز خان أم نابليون بونابرت؟ الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر صحيح. إجابة صحيحة يا فزع، الإسكندر الأكبر. يلا منو من منو تريد تأخذ الجائزة يا فزع؟ والله إذا من المختار. عيوني يلا. عيوني وصلت. هلا فزع، هلا بأخويا، وصلت وصلت. تعال يمي، تعال تعال. عندك 17 18 19، ايش تاخذ؟ ايش قد؟ عندك 17 18 و 19، ايش تختار؟ ايش قد؟ ايش قد؟ 19 19 19. عيني فزع يا محسوب البقى. والسلامة والسلامة. قول لي ايش تشتغل فزع؟ والله كاسي فلاح. عالجرع جيتني عالجرع. قل لي هسه شن رش مبيدات؟ احكي لي لون عوفه. ما مبيدات؟ اي والله صارين احنا سحنطه. هذا هو. وشلون المطر اسوي وياكم؟ ما شاء الله خير من الله. اي والله الحمد لله مطر السنه ذهب. الله يديمكم ويرزقكم بجا محمد. آمين. اقول لك فزع، هذا عندك اتصال من الماليه وطقيت. اتصال من المالية جاك. يلا فزع ابقى وياي، خليني احكي وياه بالمالية. تمام يلا حياك الله. يلا اقول لك مختار. تمام تمام. عوفه لا. فزع الف الف مبروك. اول شيء ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي. مبروك. ثانيا أبو المالية قال حولوا إلى بيت الهدايا ويا هاي 100,000 يا فزع. الله ألف مبروك فزع. أقول لك عندي سؤال. جواب. إيه. فضل. عندي ابني عنده شعر لأبو المالية. يلا خلي يقوله يلا. ها تعال عبود. يلا. عبود وينك عبود؟ يلا عبود. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا عبود. يلا عبود عندي شعر. يلا عبود توكل. يقول انتم من الله خلقكم معدلين. اي اي شوية على منصيت النجم. اي 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 ما تعيدون حق بشر بس كل يعين. اي اي شوفونا في واسع في الحلم. حبيبي الله. ايش قد عمرك؟ شكرا شكرا. الله الله عليك يا عبود. الله عليك. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا شكرا عبود. شكرا ممنون. راح تروح الى بيت الهدايا ونشوف ايش راح تفوز هناك. تحياتي لكم. يلا توكل بالله. هذا دولاب الحظ. فزع فزع ان شاء الله تكون وياك المليون. لعبة الفوانيس. لعبة الفوانيس. عندك هاي الفوانيس موجودة قدامك في زهتين. ايه اختار ايه؟ بها اكو ارقام وانت تختار رقم واحدة من الفوانيس ونشوف شنو بها الجائزة. عندنا من الواحد للعشرة، شنو تختار يا فزع؟ اختار الرقم من واحد للعشرة؟ اي رقم تسعة. رقم تسعة. يما رقم تسعة. يلا نشوف رقم تسعة يا فزع، شنو جائزتك؟ مبروك عليك 200,000 دينار عراقي. مبروك 200,000 دينار زائدا 100,000 دينار. صاروا 300. 300.
ألف ألف مبروك يا فزع، ألف ألف مبروك، ربحت 100,000 دينار زائد 200,000 دينار صاروا 300,000 دينار مقدمة من المصرف العراقي الأول. نزل تطبيق FIB يمك على الموبايل وسوي لك حساب هناك حتى ندز لك هذا المبلغ على حسابك بالموبايل. شكرا جزيلا على المشاركة اللطيفة يا فزع، مع السلامة. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام لا تنسون تدزون SMS على الأرقام اللي قدامكم على الشاشة، اللي مداس خليه يدز هسه حتى يجرب حظه ويانا ويفوز بجوائزنا المتعددة والمتوفرة الموجودة بمحلتنا، وأيضا ممكن تجاوبون على سؤال الحلقة وتعلقون على لايف الحلقة اللي موجود على صفحة UTV بالفيسبوك محلتنا الأولى، لأن أكيد راح تفوزوا. ندز هذا المبلغ على حسابك بالموبايل، تصرفيهم بالعافية يا رب، وتحياتنا للأهل جميعا. إذا مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام المبالغ كلش هواية ومتوفرة بكثرة، الذهب أيضا موجود لكن ليها سمحة لف الحظ ولا واحد أكيد منا لنهاية الحلقة، بعد عندنا وقت طويل واتصالات كلش هواية دا ينتظر الكنترول أنه يربطها بينا ويشارك ويانا حتى يفوز بكل الجوائز الموجودة بمحلتنا. ابقوا ويانا، راح نروح لفاصل قصير جدا 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 وراجع لكم مرة ثانية، لكن أريد أقول لكم جاوبوا على سؤال الحلقة على الفيسبوك ودزوا SMS على الأرقام اللي قدامكم على الشاشة. ولدي ولدي سمعوني زين، أنا أريد من عندكم شغلة. شنو شنو مختار؟ أي شنية؟ الكومنتات مالتكم والشير واللايف والترتيبات هاي مالتكم السحرية، ترى أنا ما عجبتني السالفة. أي والله، وترى اي واني اني ترى على طق هيك القرح قولي الله مختار هيك راسا نصحى اخذي دلوله خليها فاني هسه دعك وياكم بالهداوه والليل دكتور ما تسوني عصا قولي الله مختار قولي الله لا تسوني عصا يلا ما اتدلل بس لا يا ولفي تزعل كل
تريد اتمنى قلبي لو روحي اقبل كل ما تريد اتمنى قلبي لو روحي اقبل اتدلل عليا اتدلل عمري اتدلل اتدلل عليا اتدلل اريد افتهم سالفه. هو شوفوا هو كل شيء بالتفاهم. انتوا ليش ما تنزلون كومنتات؟ اريد افتهم الكم بابا يعني هاي اني مقهور اني تدرون ليش مخذوذ؟ تدرون ليش عصبي؟ اني عصبي بابا هاي جوائز الكم الكم قول يا الله مختار. يا بعلكم مو الي ما يصير ما يصير يا بقول يا الله يا بضغطك حتى دكتور حسن ما اليوم ها يا قليل قليل ما مرتاح أنا ما مرتاح يا بقول يا الله مرتاح أخذ الجوائز كل أخذها أنا هم يدزون هم مشاهدينا الكرام مختارنا ما مرتاح اذا انتم تخافون عليه كلش لازم لا لا اخذ الجوائز اني اني اخذ عمي ما يريدوا حتى دكتور حسن ما موجود فلذلك فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك وسووا كومنت ام الهيدروجين ام الكربون الاكسجين الاساسي عنصر اساسي هيدروجين عفوا الهيدروجين صحيح صحيح الهيدروجين يا مصعب يلا مصعب منين تحب من حضرتك سافرك من حضرتي حضرتك تفضل شكرا حضرتك تمام يا مصعب مصعب انا عندي اربع صناديق تبدي من 21 و 22 و 23 و 24 ايش تختار؟ يعني 21 ان شاء الله 21 ان شاء الله ونشوف الرقم 21 ايش بي يا مصعب يا الف الله. الف مبروك يا مصعب ربحت ويانا موبايل
حلو. ألف مبروك يا مصعب، تشوف ألف خير من عنده، وشكرا جزيلا على الاتصال الجميل. مصعب نزل تطبيق اف اي بي حتى تنزلك الموبايل بي. لا شاقة، لا التطبيق هذا للمبالغ المالية فقط. الجوائز اللي هي هاردوير اللي هي مثلا ليرات ذهب او الموبايل راح يتصلون بيك ونشوف شلون راح نوصلها الى حضراتكم. اذا نزل تطبيق اف اي بي حتى واذا فزت بغير شيء مثل الموبايل. نتمنى تفوز بالايام القادمه لان اكيد المشاركات ما راح توقف ويا محلتنا. هلا فوزية. هلا وشلونك؟ شو اخبار فوزي؟ ايش بيه؟ طفر. طفر؟ طبعا يطفر. طفر بالدخل. طبعا انت طفرتي غير. دخل المحلة مال أسبوع ماكو. ليش؟ أدور فوزي دا أسأله علي ألقى فوزي هم ماكو. يشتري. أنا إيش قررت؟ فلافل وقص. سؤال سؤال. اقترحت على الحلاق أقول له أخذ الشاي خانة وسوي حلاقة ركن. أحلى معيني شنو؟ شلونك؟ لا ما شاء الله. مختار. شنو حلاق؟ شنو يشتري؟ عندك اعتراض؟ ما بشي ما بشي. لا هيدا. سلطان. لا تشاقة تشاقة. لا لا. أنا شغلنا. أنا أمزح. ها تمزحين. أنا أمزح. تمزح. أريد شيء تمزحين دائما. تمزح تمزح. إذا تنطيني نص السعر طق ناقص. إي لا اللي هي تدللين سهلة. نتراهم. عندنا اتصال؟ ناخذ اتصال. ألو. الو مساء الخير. مساء الانوار، من ويانا؟ جعفر من بغداد. رمضان عليك يا جعفر، من وين؟ من بغداد. كريم عليكم. بالغزاليه. من الغزاليه، هلا بيك وكل اهلنا من الغزاليه. جعفر شو رايك بالمحله وطلايبها؟ لا ان شاء الله اكيد ماكو طلايب. كل هاي ماكو طلايب عشان الصيام. لا ماكو طبعا بالمناسبه. اي سلامات مختارنا. الله يسلمك والله. دمروني اذوني. تعرف صوت من؟ من؟ صوتهم؟ صوت ابو لا انا اقول لك صوتهم انطاق زيتون هواي بالفطور. فلك ادري 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 بدوالغه ادري ادري والله بس والله العظيم يعني شغلك جعفر يموت على الزيتون. اي جعفر انا ضغطي راح يرتفع من ورا الشيف. حتى يغزر ما يخلي ابد زيتون بالاكل. جعفر وياك. هو هو المختار يعني يحترق دمه وضغطه يصعد على مودكم، يريدكم تربحون. والله اكيد 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 طبعا. سوينا شير وسوينا مشاركه. الله يخليك. سوينا لايكات. عاشت ايدك. اكيد ربحان ويانا. يعني انت جاهز؟ ايوه انا جاهز بس عندي شعر لابو الماليه. يا الله ايه لابو الماليه. ايه اقول له غيره وكرم واخلاص. ايه صفاتك. واتعب شوصف بيك يا الطيب ذاتك. الله 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 حلو. هذا خاص كتبته إلي. الف هذا خاص لابو الماليه. عاشت ايدك والله. واتعب حلو. وتحياتي طبعا للجميع. يدلل ابو المالي. الله يبارك فيك. جعفر جاهز ناخذ سؤال؟ ان شاء الله. يلا. هاي انت من مثل فوزي تحبين هاي تسوين هيجي. تعال جعفر. جعفر سؤالك يقول: ما الاسم الذي يطلق على الخوف من الاماكن المغلقه؟ يعني اسامي. أكروفوبينا. ما أدري شنية. كلاوستروفوبيا أو أجورافوبيا. يعني ليش هيك سؤال إلك؟ كلاوستروفوبيا. كلاوستروفوبيا. لو كراستروفوبيا. لو كراستروفوبيا. حتى إذا أرد أنطقها ما أقدر أنطقها. أنا عدت لك إياها ثلاث مرات. كلاوستروفوبيا جعفر. هي 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 كلاوستروفوبيا. هي ما اعرفها. هي هاي هي صحيح جعفر. مشكورين. جعفر من وين تريد تاخذ جائزتك؟ من اي شخصيه من المحلية؟ السعودية موجوده اليوم. اليوم نقص موجوده. موجوده. وين تروح؟ قاعده بالمحله تنصب على اهل المحله. يلا من سعوديه. يلا ان شاء الله. يلا يا جعفر رمضان كريم عليك. يلا وعليكم ان شاء الله. الله يسلمك. يلا جعفر عندي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ايش تختار؟ واحد والله. واحد. واحد واحد وان شاء الله خير ونشوف ظرف واحد شنو ضام لك يا جعفر. والف مبروك جعفر 250 الف. الف مبروك يا جعفر.
شكرا مشكورين. شكرا جزيلا على اتصالك. نزل تطبيق اف اي بي حتى ندز لك هذا المبلغ على حسابك بالتطبيق يا جعفر. وشكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. احنا نقول دائما انه شيروا وعلقوا وسووا لايكات لل أسرع على الأرض، هل النمر، الفهد، الأسد؟ الفهد طبعا طبعا أكيد الفهد يا دعاء. يلا دعاء، من منو تحبين تاخذين الجائزين؟ والله أرجع أقول كليتكم خير وبركة. الله يخليك. بس أريدها إن شاء الله لأن أنا رايدة شيء خاص، أريدها من الدكتور. والله دكتور يلا من دلال روحي مو كان الدكتور، لان الدكتور عنده طهور بالمحله الثانيه فراح هناك يخلص الشغل ويرجع. رمضان كريم. رمضان كريم حبيبتي. عندنا 13 14 15 16 ان شاء الله 15 ان شاء الله 15 و15 ب يا الله ثقيله مبينه. 300,000 دينار مبروك. مبروك يا دعاء. مبروك يا دعاء. ألف ألف مبروك، صرفيهم بالعافية يا رب. وشكرا جزيلا على اتصالك وعلى المشاركة الجميلة. ربحت ويانا 300,000 دينار عراقي مقدمة من المصرف العراقي الأول الاف اي بي. لذلك نزلي هذا التطبيق وسوي لك حساب هناك باسمك، لأن هذا المبلغ راح يندز على اسمك بالموبايل. شلوني؟ ما حد يضحك حضرتك. مشاهدينا لا تنسون تفوتون على صفحتنا على الفيسبوك وتجاوبون على سؤال، لان ايضا بجائزة قيمه جدا. السؤال سهل جدا اللي هو منو اني، هي شخصيه لاعب كره قدم. فراح تجاوبون هناك، لان شوي الاخر راح نسوي سحبه، اكيد واحد من عندكم راح يفوز بجائزه. وايضا فوتوا على لايف الصفحه، لايف الحلقه، وعلقوا بمحلتنا الاولى ولايكوا وشيروا، لان بها جوائز نقديه كلش جميله، انتم راح تستفادون منها كلش هوايه. يلا ناخذ اتصال. يلا يلا. الو الو. اهلا مساء الخير. مساء الخير. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين يا ربي. علينا وعليك. من حضرتك؟ الله يرحمه. محمد من البصره. محمد عبد الرضا من البصره. هلا بيك وكل اهلنا من البصره. بيكم. من كل مناطقها وكورنيشها. اوصف لنا البصره. ما جينا يا ما جينا حل الكيس والطينه. شلون قرقيعان بالبصره؟ نعمه بخير. حلو. نعمه وخير باهلها. بيكم ان شاء الله. الله يسلمك. والبرنامج مالكم الكريم. الله يسلمك. محمد رايك ببرنامج محلتنا؟ والله برنامج كل جميل ورائع، واحنا من بدايه رمضان نتابعه.
حلو. الحمد لله الحمد لله. يلا يا محمد جاهز ناخذ سؤال؟ راح ان شاء الله. يلا يا عافية. انت تطوج من الحركه هاي بس. دقيقه دقيقه محمد. قبل ابو الماليه خبر هيجي قبل لا نفتح السؤال، فخلينا نسمع ابو الماليه شيري. تمام. والنعم من منكم ومن ابو عمو الخبزه. شكرا شكرا. اي ويانا الليلة ذهب.
صباحها مو انت. ما اني افرح لهم غير. اوكي. روحت ويانا ليره ذهب يا هيثم، طبعا شكرا لابو الماليه، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام لا تنسون تدزون اس ام اسات على الارقام قدامكم على الشاشه حتى تفوزون ويانا بكل المبالغ. يصير القي شعر لابو الماليه اني. اني فكرت بالموضوع. يلا راح اروح الى السحبه. سؤال اليوم اللي هو مال منو اني كان يقول اي اني لا وزير ولا برلماني بس جمهوري بخانت ليك خلاني من اصوب الملايين تدعي لي وتهواني والكاس هو هدفي وللابد عنواني منو اني الاجابه قدم يعني اكيد لاعب كره قدم لذلك نشوف الاجابات يلا يا سعديه نقول 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قف. يوسف عباس. يوسف عباس قايل لاعب كرة القدم صحيح. صحيح. مبروك عليك عباس. مبروك عليك. مبروك يا يوسف، ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي. شكرا جزيلا على المشاركة الحلوة يا يوسف. إذا مشاهدينا أيضا لا تنسون تدزون اس ام اسات همينا وتشاركون ويانا بكل الجوائز اللي موجودة بمحلتنا. أكيد الجوائز كل شوية. يلا هسه راح نسوي اللايف. يلا يلا سحبة اللايف. راح نسوي سحبة اللايف هسه حتى نشوف منو راح يفوز ويانا. لذلك هسه فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك ودخلوا على لايف الحلقة وعلقوا بمحلتنا الأولى لأن أي واحد آخر واحد آخر واحد هو اللي راح يفوز ب 100,000 دينار عراقي. وأيضا دزوا يلا لحقوا لأن أكو آسيا بعد. وأكو كورك بعد وأكو بعد. زين أي واحد من هذني الدز اس ام اسات عليه أكيد راح يشارك ويانا. وحتى لو اس ام اس واحد ممكن تفوز سياره اللي هي اكبر شيء. لذلك ايش قد ما تدزون اس ام اسات اكيد حظوظكم راح تزداد اكثر واكثر حتى تشاركون ويانا بالمحل. بعد عندنا وقت دا يحكي دا يحكي كل شوايه. يلا راح نسوي السحبه هسه بعد احكي 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 عندكم وقت. يلا لا علقوا احكي احكي علقوا بسرعه بسرعه احكي حضرتك فوزيه. أقول فوزية. فوزي يجي؟ لا الله يخليك ابيع الشاي خانه وبعدين علقتوا له لا ليروح يسمعنا لا والله هسه فوتوا على صفحتنا وعلقوا لين هسه راح تسوي سعديه هم واقفه هناك من الشاشه راح تسوي السحبه حتى نشوف منو اللي راح يفوز ويانا باخر واحد يعلق. احنا راح نعد من العشرة الى الصفر اي واحد يكون يم الصفر هو اللي راح يفوز ب 100,000 دينار عراقي. لذلك هسه راح نبلش بالسحبه. جاهزه سعديه؟ يلا يلا جاهزة. فوتوا وعلقوا هسه احنا راح نعد 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 نبع الوفا. نبع الوفا الف مبروك نبع الوفا. الف الف مبروك نبع الوفا. ربحتي ويانا 100,000 دينار عراقي مقدمه من المصرف العراقي الاول اف اي بي المصرف العراقي. لذلك نزلي تطبيق قولي هات هلا حضرتك يا الله نزلي تطبيق اف اي بي وحتى ندز لك المبلغ على حسابك. ها شلون الوضعيه هسه؟ تحت السيطره. تحت السيطره يدزون مسجات وهالملاعيب السحريه واس ام اس وهاي الارقام نعيد لكم اياها لو موجوده على الشاشه يا ابو اختار موجوده إيه؟ نعيدها ترى اذا ما هذه اي يابا ترى والله هدايا اكو سيارات وذهب وملاعب سحريه لا ترى معدة. كل شيء أكو. ملايين عندنا سحريه اي ملايين هاي طبعا هي الملاعب السحريه هي الملايين صحيح اي فهاي الكم يا ولدي الكم والله العظيم انا انقور ترى على موتكم الفلوس موجوده توكلوا بالله يلا علقوا سووا. لذلك مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أي. محلتنا نشوفكم باكر ان شاء الله لا تكون من دز المسجات لان باكر هم راح يكون عندنا الجزء الاول والجزء الثاني من برنامج محلتنا اكيد راح يكون عندنا مشاركين كل شوية. لذلك دزوا اس ام اسات على الارقام قدامكم على الشاشه نشوفكم باكر ان شاء الله بنفس الموعد. من أسعد أيام المحبة كالحب